الفريق أحمد قايد صالح يذكر بجهود الوحدات المرابطة على الحدود لحماية البلاد من أي خطر خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة. في اليوم الوطني للطالب تأكيد على الدور الرياضي للطلبة ووعيهم برهانات المرحلة التي تمر بها البلاد. وفي النشرة محطات مخلدة ووقفات بتطلعات نحو مستقبل مشرق. متابعة لوضعية سلالم مبنى البريد المركزي، التلفزيون ينقل صورا حصرية ويرافق عمل خبراء الهيئة التقنية للرقابة التقنية والبناء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومها تركوا الشهادة، من أجل الشهادة شباب آثروا عزة الوطن وحريته، فاستبدلوا الأقلام بالبنادق ليخطوا صفحة مجيدة من تاريخنا الثوري يوم 19 ماي من كل سنة. وبالمناسبة تحيي الجزائر اليوم ذكرى اليوم الوطني للطالب، حيث وجه رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح رسالة حيا فيها طلبة الأمس الذين غادروا مقاعد الدراسة للالتحاق بصفوف الثورة المضفرة، في ذكرى تحمل في ثناياها معاني التحدي والالتزام وملامح ذكريات لا ينبغي قط نسيانها، إذ تغلبت يومها مصلحة الشعب ومصيره على المصالح الشخصية. شعب، يضيف رئيس الدولة، أنجب طلبة من طينة جيل نوفمبر الذي عجلوا بتحريره من ربقة الاستعمار، وأنجب اليوم طلبة يحملون همومه ويعبرون عن آماله في مرحلة تبشر بأفاق واعدة في مستقبل عنوانه الكفاءة والاستحقاق والكلمة فيه للشعب. لقد كان لطلبتنا، يؤكد رئيس الدولة، في هذه الهبة دور ريادي في مسيراتهم التي عبروا من خلالها عن وعيهم برهانات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وعن إدراكهم لحجم التحديات التي تنتظرهم، فأضحوا مثالا يحتذى به وقدوة في كل أقطار العالم. والجزائر اليوم كقدرها بالأمس ستخرج من محنتها معافاة صلبة بإذن الله، بفضل المخلصين من أبنائها كالذين قدموا حياتهم بالأمس فداء للجزائر لبلوغ مرحلة جديدة. مرحلة جديدة تقتضي توجه الجهود صوب تحصيل علمي رصين لكسب أدوات المعرفة في عالم يعيش اليوم تنافسا شديدا حول مصادر المعرفة والعقول المبدعة. وفي إطار الزيارات التواصلية مع الأفراد خلال شهر رمضان الفضيل، وعبر مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية، شرع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. السيد الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمارين رمايات المراقبة بالصواريخ طبقا للتوجيهة العملياتية السنوية، كما سيترأس لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية ويتفقد بعض الوحدات المرابطة على الحدود. الزيارة استهلت من القطاع العملياتي جنوب شرق جنات، فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء حسن عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، وفي لقائه مع قيادة وإطارات الناحية، ذكر السيد الفريق بالجهود المثابرة التي تبذل من قبل الوحدات المرابطة بإقليم هذه الناحية الحساسة وسهرهم الدائم ليل نهار على أداء مهامهم النبيلة، شاكرا لهم حرصهم الشديد على حماية كل شبر من أرض الجزائر الطاهرة من أي خطر مهما كان نوعه ومهما كان مصدره. إلى التعاون الآن، وبدعوة من الوزير الأول نور الدين بدوي، يشرع الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية النيجر بريدجي رافيني غدا في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين. الزيارة تندرج في إطار تقاليد الحوار والتشاور التي تربط البلدين، وستسمح للطرفين ببحث مستوى التعاون الثنائي وأفاق تفعيله وتوسيعه، كما ستكون فرصة للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ترأس الوزير الأول نوردين بدوي اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك المخصص للتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2019-2020 وكذا الدخول الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بمشاركة كل القطاعات المعنية. سكينة محمود عليان تفصل. حل مشكل التمدرس في الأحياء السكنية الجديدة في المجمعات التي تعرف اكتظاظاً سيما في ولاية الجزائر، وتحسين المرافق الخاصة بالمدارس الابتدائية هو ما خلص إليه اجتماع المجلس الوزاري المشترك في شقه الخاص بالتحضير للدخول المدرسي، والذي خصص حيزاً هاماً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ألح الوزير الأول نور الدين بدوي بشأنها على ضرورة استفادتها من حقها الدستوري في التعليم وضمان اندماجها الاجتماعي والاقتصادي من خلال التكفل بكل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. المجلس الوزاري المشترك قرر استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالمعلمين من أجل سد العجز المسجل على مستوى المؤسسات التعليمية المتخصصة والتأكيد على تلقيهم تكوينا يتماشى وخصوصيات هذه الفئة، وكذا رفع التجميد على عمليات إعادة تهيئة المؤسسات التربوية المتخصصة لفائدة الصم البكم. كما تقرر أيضا مرافقة الجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بهذه الفئة وإنشاء لجنة قطاعية لوضع مقاربة شاملة ومرحلية تتضمن الآليات العملية للتكفل النهائي بهذه الشريحة المهمة في المجتمع. بخصوص الدخول الجامعي، تقرر خلال المجلس الوزاري الاستغلال الأمثل للمقاعد البيداغوجية التي توفرها الجامعات وإتاحة الفرصة للمؤسسات الشبانية المصغرة للقيام ببعض النشاطات كالفضاءات الخدماتية والتجارية الصغيرة. أما بخصوص التكوين المهني، فقد تقرر مواصلة تجسيد عقود شراكة الامتياز لفائدة المتربصين مع المؤسسات الاقتصادية، خاصة تلك الناشطة في مجالات الطاقات المتجددة، الفلاحة، البناء والإلكترونيك. أحيت الجزائر إذن الذكرى 63 لليوم الوطني للطالب، وفي مسيرة النضال الطلابي حاضر يستمد من الماضي المجيد مستقبلا مشرقا، يقول رامي عامر. يوم الطالب لم يكن كسائر الأيام هذا العام بالجامعات الجزائرية وبالجامعة المركزية بالعاصمة. طبع أولى ساعاته سكون وترحم على أرواح الطلبة الشهداء وعرفان لنضالهم الوطني، لتنطلق بعدها مسيرة تجمع فيها طلبة من مختلف الجامعات مرافعين لتحقيق تطلعاتهم. الطالب راهو يمثل مساندة للوطن لا غير. حابين شغل يكون تغيير جذري، تغيير جذري في المنظومة التربوية، سواء في المنظومة التربوية ولا على كاع المجالات. راهو مهمش بزاف بزاف، راهو مهمش وشغل ما يخل هما يبعدوا لك لونفي دو فيغ، ميم تكون عندك دي زيدي دو ديفلوبي دي تروك، لو فات لي ما كان والو تكره كلش ولا غير تكره. علاش نحبوا نروحوا ليترونجي؟ اون بو دوني لو بلوس. حنا اون دوموند سا ابخي سا ابخي لو ديبار دو سيستيم، سي كو اون شيرش سا، سي كو ليتوديون ما يكونش مهمش، يستعملونا باش نطوروا البلد. هذه هي، يعطونا الفرصة باش نطوروا البلد. ما أشبه الأمس باليوم حينما يحمل الطالب الوطن في قلبه وضميره ويلتحم مصيره بمصيره. هم جزء من نخبة المجتمع وطاقته تطالب بنفض الغبار عن وضع البلاد وفتح المجال واسعا أمامها لتسهم في توجيه دفة البلاد نحو المستقبل المنشود. وبمناسبة اليوم الوطني للطالب يحضر معنا الطالب صالح دحماني. صالح مساء الخير. مساء الخير. صالح، إذن تعود ذكرى الطالب هذه السنة في ظروف خاصة، يعني كيف يتابع الطالب الجزائري اليوم هذه التطورات الحاصلة في البلاد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الاستضافة. ذكرى 19 من ماي 1956 يعني ذكرى مميزة بالنسبة للطالب، حيث كانت أول مناسبة يظهر فيها الطالب ويبدي دوره الفعال في المجتمع. يعني في وكما نرى في الوقت الحاضر وكأن التاريخ يعيد نفسه،
حيث أنه في الماضي عندما خرج الطالب خرج لكي يدعم الثورة الجزائرية، يعني وما حدث اليوم هو دعما للحراك الشعبي، أي أن التاريخ يعيد نفسه. إذن ما هو الدور المطلوب منكم كطلبة اليوم؟ اليوم كطالب الدور منا هو أن نزداد وعيا، أن نزداد ثقافة، يعني صحيح نحافظ على مستقبل البلاد لكن لا نهمل الدراسة بشكل آخر. أنت كطالب اليوم صالح، كيف ترى جزائر الغد؟ أنا اليوم جد متفائل بجزائر الغد، وإن شاء الله راح تكون دولة الحق والدولة العادلة التي ضحى عليها شهداءنا الأبرار. شكرا جزيلا لك صالح دحماني، كنت معنا ضيفا في نشاط الثامنة بمناسبة اليوم الوطني للطالب. شكرا لك. دعا وزير المجاهدين الطيب زيتونية اليوم الطلبة إلى التسلح بالعلم والمعرفة لكسب الرهانات وبناء مستقبل أفضل للجزائر، وهذا خلال ندوة تاريخية نظمت بالمتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى 63 ليوم الطالب تحت شعار تثمين العلم والمعرفة. هذه المحطات التاريخية ترجعنا إلى تاريخ الجزائر العظيم الشاسع الواسع والمقدس في نفس الوقت. اليوم هذه المحطات التاريخية يعني ما لازمش عليها نمر مرة الكرام، يعني هي يعني ترجعنا إلى تاريخنا، إلى الوديعة التي يجب علينا المحافظة عليها، إلى الرسالة العظيمة التي يجب أن نحافظ عليها، وإلى تضحية الجسام اللي قام بها الشعب الجزائري، يعني إبان الحقبة الاستعمارية من 1830 إلى الاستقلال. الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 ليوم الطالب عبر الوطن نتابعها في هذا التقرير لدال الماضي. رفرف العلم الوطني عاليا إكبارا وإجلالا للطالب الجزائري يوم أن آثر الاستشهاد، وأحياء للمناسبة السلطات المدنية والعسكرية والعائلة الثورية كانت في الموعد عبر ربوع الوطن. عرض صور تاريخية وأشرطة وثائقية للثورة الجزائرية إحياء للمناسبة، ومداخلات ومآثر حول الشهداء وبطولات المجاهدين، وتكريم لآخر طالب التحق بصفوف جيش التحرير الوطني، ووقفات وتكريمات للطالب. كما أدعو الجميع إلى المصابرة من أجل المصابرة والنجاح من أجل اكتساب العلوم والتقنيات التطبيقية وتجسيدها على أرض الواقع في المستقبل إن شاء الله. باش نساهموا في تنمية البلاد ونكونوا أفراد فعالة في المجتمع، كما تعرفوا الطالب هو فرد فعال في المجتمع. لتبقى مسيرته وعطاؤه اليوم إبداع في كل المجالات. وإحياء لليوم الوطني للطالب نظم المتحف المركزي للجيش نشاطات متنوعة تم خلالها عرض شريط وثائقي بعنوان من حبر الصحائف إلى شواظ الصفائح، وإلقاء محاضرة تاريخية، وتنظيم معرض للصور المخلدة للذكرى. شهدت ولاية ورقلة مسيرة رفعت خلالها لافتات وشعارات تنادي بضرورة التفاف الشعب حول جيشه بعيدا عن كل مظاهر التفرقة التي تضر بوحدة الوطن، ومطالبة بمواصلة دعم الجيش لمطالب الشعب المشروعة ومرافقته في عملية الانتقال السلمي وفق المقتضيات الدستورية. محاربة الجريمة المنظمة وإثر كمين نصب بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة عين الديس بعين الصفرة بولاية عامة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود أمس كمية ضخمة من الكيف المعالج قدرت بأحد عشر قنطارا وثلاثين كيلوغراما كانت محملة على أظهر الحمير. وفي سياق متصل وإثر كمين آخر جنوب عين الصفرة، تمكنت اليوم مفرزة أخرى للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح
الجمارك من توقيف 3 تجار مخدرات وضبط شاحنة محملة بخمسة قناطير وعشرين كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مركبة سياحية. تأتي هذه العملية النوعية التي مكنت من ضبط إجمالي 16 قنطارا ونصف القنطار من الكيف المعالج، لتضاف إلى العديد من العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني، ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوة الجيش الوطني الشعبي المرابطة على كافة الثغور، وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراق بلادنا بهذه السموم. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس ببشار تاجر مخدرات بحوزته 47 كيلوغراما من الكيف المعالج. وبسكيكدا تم توقيف تاجري مخدرات ضبط لديهما كيلوغرام من المادة نفسها. إذن وكما جاء في العناوين، دعا خبراء من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية والبناء بعد معاينتهم لهيكل أرضية سلالم مبنى البريد المركزي، دعا إلى ضرورة البدء إلى عملية الإصلاح والترميم حفاظا على سلامة مستعملي هذه السلالم ومنع استعمالها إلى غاية نهاية الأشغال. التلفزيون الجزائري رافق عمل خبراء هذه الهيئة وعاد بهذه الصور الحصرية مع نادية سلطاني. الصورة من فوق تبدو هكذا بسلالم مبنى البريد المركزي، تشققات طفيفة، غير أن المشهد مرعب أسفل المبنى كما تبينه هذه الصور الحصرية للتلفزيون الجزائري، حيث تتبعنا مسار هذه الاهتراءات ودخلنا إلى أحد المكاتب المتضررة، وبحذر فتحنا الباب لنكتشف خطر الانهيار الوشيك الذي يحدق بالمكان، خطر تؤكده خبرة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. هو التشققات جايين في الجهة العليا تاع السلالم، وهذا سي ان بلونشي، ماهوش سلالم، ماهيش اني با ابوي سور لو سول، دونك سي ان بلونشي كي في بار اون ستركتور ميتاليك. هذه لا ستركتور ميتاليك هذه تتاثر بطبيعة الحال عبر الزمن. ما يخفيكمش هذا المبنى راه عنده أكثر من 100 سنة من الوجود. داروا خبرة هذا السلالم من الداخل، وأثبتوا أن الهيكل اللي يحمل هذا البلاطة والسلالم هو متصدع إثراء عملية الزمن. إجراءات وقائية لتفادي أي خطر، والأولوية ترميم الأجزاء المتضررة. شكل خطر على مستعملي السلالم، فلهذا أعمال أشغال ترميمات توجب لحماية المستعملي السلالم. وكإجراء وقائي الخبراء تاع المركز شافوا من الضروري إخلاء السلالم ما تحت السلالم لإجراء الترميمات اللازمة. الحفاظ على سلامة مستعملي هذه السلالم وعلى المبنى العتيق المصنف كمعلم أثري تستدعي أخذ الحيطة والحذر. تربويا وتزامنا، وعد الطالب توج الثانويات الرياضيات بالقبة بالمرتبة الأولى لمسابقة بين الثانويات ثلاثة ثانويات خنشلة ومدارس أشبال الأمة بالصيف. حفل التتويج حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن ربحي ووزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد وضباط سامون. فتحية بالعليا. على وقع هذه الأنغام التي قدمها الكورال البوليفوني للجزائر عزيز حموني، استهل حفل التكريم ختاما لبرنامج مسابقة بين الثانويات في طبعتها الرابعة للقناة الأولى للإذاعة الوطنية. الطبعة التي فازت فيها بالمرتبة الأولى مدرسة الرياضيات بالقبة عرفت مشاركة نوعية وشكلت فرصة هامة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا لمضاعفة الجهد ورفع الطموح للفوز بهذا الرهان الهام من حياة كل مترشح. الأسئلة في المستوى كما قلت، وهي أسئلة يعني
شبيهة بالأسئلة التي ترد في شهادة البكالوريا. هذه الأسئلة كانت من أجل البروز في إطار ثقافي رائع. المشرفون على المنافسة التي أصبحت تقليدا سنويا أكدوا مساهمتهم كل في قطاعه لإنجاح هذه المبادرة. لقد اندمج قطاع الاتصال منذ البدء في مرافقة هذا الخيار من خلال تسخير وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لربط الطالب بواقعه والتأثير الإيجابي على توجهاته المعرفية. يخلق منافسة وطنية بين أبناء المستويات المتشابهة، وكذلك يخلق ديناميكية ويخلق تنافس نزيه وشريف والتحام واختلاط بين أبنائنا وبناتنا. والختام بصورة تذكارية للأسرة التربوية المشاركة على هذه الأنغام. تربوياً دائماً انطلقت اليوم بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن امتحانات الفصل الثالث والأخير في مختلف الأطوار التعليمية. المتابعة لليلى محمد محتوت. تطبيقاً للرزنامة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية، انطلقت امتحانات الفصل الثالث عبر الوطن، مست مختلف الأطوار التعليمية. اليوم عندنا بدأت التربية الإسلامية، وإن شاء الله نجيب مليحة، نجيب فيها مليح. راجعت مليح وقريت مليح، إن شاء الله نتحصل على 10 على 10. أنا معاهم، راك تشوفي لازم أنت تقراي معاهم تهلي وجوزي معاهم. حضر مليح يعرف يقرا، مجتهد ما نخافش عليه، ممكن نعاونوه في الدار كامل يقرا. فصل حاسم يصادف شهر الصيام والقيام الذي لا يتوانى المتمدرسون فيه عن بذل أقصى الجهود. مع الصيام وسيد الدروس بزاف كدا حفاظه شويه مي مع وفقنا ربي ان شاء الله دماغ وبيعفتكم ثم دار رمضان اللي انا ما شتوش عائق باسكو التحضير يجي من قبل ما يجيش دوكا وان شاء الله نجيبوا الباك. صح كشغل تقدري تخدمي فيه وتخدمي شغل ما داروناش لي كومبو فيهم حفاظه برك فيهم مين فهمه ما غير ما تقدريش تقدري تحفظي شغل ساعدنا شويه مي فيها شويه عيا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلبة، فمن جد وجد. بوهران عين وزير الموارد المائية علي حمام مختلف المشاريع والهياكل القاعدية على غرار محطة تصفية المياه المستعملة الأولى إفريقيا بالكرمة والخزان المائي بوادي تليلات. عمر ينهاري. تعد محطة تصفية المياه المستعملة بالكرمة بوهران الأولى إفريقيا من حيث التقنيات الحديثة وطاقة الاستيعاب التي تفوق 270,000 متر مكعب يوميا موجهة لسقي سهل ملاتة. اليوم وفي زيارة له إلى هذه المحطة أكد وزير الموارد المائية علي حمام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتزويد كافة الساكنة بالمياه الشروب والقضاء على مختلف الاختلالات. حاليا على مستوى الوطن مش غير على مستوى ولايه وهران، مستوى وهران عندك كاين الخدمه العموميه شويه مخوضه مع الاعتبار. المشكل نتاعنا هو التدخل اليومي هي الصيانه، مش انجاز المشاريع ولا الغلافات الماليه اللي يمدوهم باش نكمل. حاليا عندنا المنشآت القاعديه سواء خاصه بالمياه الجوفيه الابار والامور والمحطات، فيما يخص المياه السطحية سواء في السدود تحلية مية البحر فيما يخص تحلية مياه القذيرة كلش موجودين، ولكن كيكون عطب موجود التدخل صعيب باش المعاونين. درك حنا كلفنا هذه المؤسسة قلنا لهم الخدمة العمومية اللي نخدمها للمواطن لازم تدخل سريع. كما تم الوقوف على إنجاز الخزان المائي بوادي تليلات بطاقة استيعاب تقدر ب 15,000 متر مكعب. إلى نفحات الشهر الفضيل، حيث تتواصل بالزاوية البلقيدية الهبرية الدروس المحمدية التي يلقيها أساتذة ومشايخ من مختلف الأقطار العربية تحت شعار التربية في الإسلام. وعلى موائد الذكر والإيمان تحيي الخلافة العامة لطريقة التيجانية بعين ماضي أيام رمضان ولياليه بتقديم دروس دينية ينشطها أساتذة ومشايخ من داخل الوطن وخارجه. بمنتدى جريدة المجاهد نشطت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ندوة صحفية دعت خلالها إلى إعداد بطاقية وطنية خاصة بالعائلات والأشخاص المعوزين.
واتباعا لنداء نجدة، تمكنت وحدة لحراس الشواطئ اليوم خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قرب تنفوس بالجزائر العاصمة من إنقاذ شخصين إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهما، حيث تم إجلاؤهما سالمين باستعمال مروحية تابعة للقوات البحرية. إحياء لليوم العالمي للمتاحف وتزامنا واختتام شهر التراث، قامت أمس وزيرة الثقافة مريم مرداسي بزيارة إلى متحفي الباردو والفنون الجميلة بالعاصمة. ونختم النشر بالمشهد الثقافي دائما، حيث استضافت أحد الكتاب الجزائريين الأديب الروائي والإعلامي رابح فيلالي الذي قدم روايته الجديدة العلبة مرفوقة بالبيع والتوقيع. إليكم الآن تذكير بالعناوين. الفريق أحمد جايد صلاح يذكر بجهود الوحدات المرابطة على الحدود لحماية البلاد من أي خطر خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة. في اليوم الوطني للطالب تأكيد على الدور الرياضي للطلبة ووعيهم برهانات المرحلة التي تمر بها البلاد. وفي النشرة كما تابعتم محطات مخلدة ووقفات بتطلعات نحو مستقبل مشرق. ومتابعة لوضعية سلالم مبنى البريد المركزي، تلفزيون ينقل صورا حصرية ويرافق عمل خبراء الهيئة التقنية للرقابة التقنية والبناء. تبقى عناويننا الإلكترونية في الخدمة. صحفتكم وإلى اللقاء.